دولة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمة الدولار يعني سبقت تشكيل هذه الحكومة، الأزمة انتقلت إلى هذه الحكومة، لها تأثيرات ما زالت حتى هذه اللحظة على المواطن، ارتفاع أسعار. الحلول اللي شفناها ما جابت نتيجة حتى هذه اللحظة، السوق الموازي ما زال متحكم. هذا يطرح عدة أسئلة. أنتم عندما تقررون معالجة أزمة الدولار، هل تحديد سعر صرف الدولار وفقا لمعايير ورؤية سياسية أو وفقا لمعايير اقتصادية؟ كيف يتحدد؟ هذا جانب. الجانب الآخر، عادة العقوبات من جديد أو الحظر على مؤسسات مصرفية مالية عراقية مارست خروقات ألقت بظلالها على الدولة وعلى الاقتصاد العراقي، لكن ما شهدنا أن أحدا قد تمت محاسبته إخضاع للقانون. لماذا إصرار على تجاوز القوانين الدولية في التعامل بهذه القصة؟ وما هي حجم المحادثات الأخيرة مع الأمريكان بقصة الدولار؟ نعم، شكرا جزيلا. أنا أسميه إصلاح القطاع المصرفي والمالي، لأنه الدولار مرتبط بكثير من القطاعات، مرتبط بالضريبة، بالجمرك، بالتجارة الخارجية، بالرسوم، حماية المنتج، بالسياسات الاقتصادية، كلها حزمة واحدة لا يمكن تفكيك. هذا القطاع لم يشهد أي حالة إصلاح منذ 2003 ووجود مصارف أهلية ونافذة بيع العملة. بدت مع عمل الحكومة في مسألة الامتثال للمعايير الدولية اللي كان يفترض أن تنجز في الحكومة السابقة، على اعتبار أن هناك مذكرة تفاهم وقعت لمدة عامين لم تنفذ، فانتهت العامين بمجيء هذه الحكومة وإحنا تقبلنا هذا الأمر، وفعلا وجدنا أنه فيه إصلاح رغم الكلفة الاجتماعية التي تواجه الحكومة. لكن ما أنجز خلال هذه الفترة، أولا البنك المركزي من خفض السعر هو عالج قرار سابق لم يكن قرارا مدروسا في رفع سعر الصرف، وأثر بشكل كبير على مستوى التضخم والمساس بمحدودي الدخل وحتى على مستوى الصناعة والزراعة، على اعتبار أنه إحنا كل المواد الأولية مستوردة، ما عندنا مواد أولية منتجة في داخل البلد، فزادت الكلفة على عكس ما يشاع في حينها بأنه هذا سوف يشجع الصناعة والزراعة، وكنا شهدنا غلق كثير من المصانع الصغيرة. فإذا البنك المركزي وفق سياسته صحح هذا المسار واتخذ قرار 1300. اللي حصل الآن عندنا تجارة واضحة المعالم عبر المنصة ووفقا مثل ما تفضلت للمعايير الدولية، لأنه أنت حتى تكون تجارتك موثوقة ومؤسساتك المالية والاقتصادية موثوقة والعالم يتعامل معها، يريد يشوفك أنت تشتغل وفق هذه المعايير، لو كيف هاي المصارف تجيب مستندات وتطي عمولات مخلصي الجمرك ويغطون كل التحويلات المالية. فالآن تجارتنا تجارة موثوقة، التجارة الحقيقية، التاجر الحقيقي وين يروح؟ يروح للمصرف، للسعر الرسمي. من اللي يروح للسعر الموازي؟ خلنا نسأل من هو؟ أنا أقول لك منه. أولا إحنا عندنا تجارة مع جارة إيران، جارة إيران عليها عقوبات ما مسموح لها أنه يصير تحويلات مالية، ماكو بنوك. فالتاجر اليوم، أنا تاجر عراقي مشتري بضاعة من إيران، شلون منين أخذ الدولار؟ ما أنطي أروح للمصرف ويحول عبر بنك براسي، لا، أروح للسوق الموازي حتى أغطي. رغم أن الجانب الإيراني وفي آخر لقاء قال ما أريد الدولار، خلنا نتعامل باليورو، باليوان، بالدرهم،
بالدينار العراقي بالتومان الإيراني. وعندنا آلية الآن يعمل عليها البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الإيراني لإعداد خطة لتنظيم هذه التجارة، وهذه راح تقسم ظهر السوق الموازي. هذا أولا. اثنين، عندنا أكو تجارة التبوخ. تجارة التبوخ أقوى تجارة، من تجي للمنافذ الرسمية الإيرادات صفر، لكن من تجي للأسواق العراقية تشوف التبوخ موجودة من الموصل للبصرة. طيب شلون هذه دخلت؟ نجي لمشكلة المنافذ والالتزام بالسياسة الضريبية والجمركية، وهذا واحد من الإشكالات اللي ناقشها مع الأخوة في إقليم كردستان. وكذلك الحال تجارة الذهب، تجارة مهمة وأيضا تحتاج دولار تأخذه من السوق، هذه يراد لها تنظيم، عندهم مشاكل مع المصارف وقضية التحويلات. تجارة الأدوية، أنا قاعد أتحدث عن عناوين مهمة في التجارة، وهذه كلها تحتاج أموال تسحبها منين؟ من السوق الموازي. هذه أيضا وجدنا أنه مشكلة بين المنتجي الأدوية، بين المذاخر، بين وزارة الصحة وتسجيل الأدوية والمصارف، فكون نحل إشكالاتهم حتى يدخلون للمنصة ويأخذون الدولار الرسمي. التجارة الإلكترونية للسيارات بالإنترنت، يبيعون يشترون بالدولار شراء السيارات، وهكذا وصولا إلى صغار التجار. صغار التجار هذا عنده مشكلة وهي الضريبة، ما ممكن يروح للضريبة. طبعا هو أنا ما أقول هذا التصرف الصحيح، لكن أكو إشكالات عند الضريبة في إجراءاتها وفي الروتين وفي سياقات العمل. لذلك عندنا إصلاحات حقيقية في الجانب الضريبي حتى نشجع التاجر يجي يراجع الضريبة وتكون تجارته. هذه حزمة متكاملة، مو قرار يتخذ وتستقر الأمور، هذه يحتاج لها عمل متواصل، وهذا ما يجري عليه الآن. الآن فرق تعمل ولا يمر أسبوع سواء كان للمجلس الوزاري للاقتصاد أو مجلس الوزراء من قرار ضمن هذا السياق اللي نعمل عليه. المصارف التي تم معاقبتها أو منع تعاملها، ماكو عقوبة، منعوا تعاملها بالدولار، هي موجودة، كان يفترض العقوبة تصير من البنك المركزي، لأنه دوائر اللي موجودة المختصة، دائرة مراقبة الصرف ودائرة مراقبة دائرة غسيل الأموال، أشرت خروقات على هذه المصارف، فكان يفترض وفق القانون البنك المركزي يتخذ هذه الخطوات، إلا أنه صدر هذا القرار باعتبار أنه الجانب الأمريكي حريص على العملة مالته ويعتقد أن عمل هذه المصارف يضر بهذه السياسة اللي أثرت على مستوى تداول الدولار. البنك المركزي جاء مؤخرا من زيارة إلى واشنطن مع وخضع إلى نقاش مع الجهات الأمريكية بهذا الصدد، وهناك تعاون وتفهم لكل الإجراءات المتخذة من قبل الجانب العراقي.